كان ثم صراع كبير ياسر من أجل هل نعتمد خيار التعديل أم لا نعتمده، وتم اعتماد خيار التعديل، وهذا يحتسب نقطة لصالح المجتمع المدني، لصالح الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، يعني لصالح القوى يعني الطليعية والداعية إلى الحرية والديمقراطية. هذا حدث اليوم. هو مع تجربة الهيئة هناك تعطيل كبير لهذا المسار. فما مشاكل في علاقة بالتمويل، فما إشكالية تتعلق بشفافية التمويل، نلقاو للمؤسسات الإعلامية ما توفرش المعطيات الكافية اللي تمكن من مراقبة مسألة شفافية تمويلها. أيضا فما علاقة بعض الإشكاليات في علاقة بالملكية، فما بعض المؤسسات الإعلامية اللي نلقاو أحزاب سياسية تحاول أنها تكون عندها موقع قدم في هذه المؤسسات. أيضا فما المسألة الأساسية واللي هي الشغل الشاغل للرأي العام، وهو المضامين التي يتم بثها على هذه في هذه المؤسسات الإعلامية. مشاريع القوانين اللي قاعدة تقدم فيها الحكومة سواء في علاقة بمجال الاتصال السمعي البصري، أيضا في علاقة بمشروع المجلة الرقمية اللي هي الآن بصدد الأعداد وما زالت ما خرجتش للنور وما طرحتش الاستشارة وما تمش تشريك الهيئة في صياغتها وما عطاتش رأيها فيها، والحال أنه هي معنية بها بدرجة أولى، لأن المجلة الرقمية فيها الجزء المتعلق بالتصرف في الترددات اللي يتم إسنادها المؤسسات الإعلامية. وبالتالي احنا تسنينا أن طلعنا على المشروع القانون اللي تم إعداده، ولقينا فيه الحقيقة إخلالات خطيرة وفيه مس كبير وتراجع على المكتسبات اللي تحققت في المجال هذا. رئيس الجمهورية يصرح يقول مثلا الهيئات أعاقت الانتقال الديمقراطي، أعاقت التنمية، كيف تنتظر أنه باش يتم التعامل معها وقت رأس السلطة سواء رئيس الجمهورية أو رؤساء حكومات المتعاقبين كلهم يقوموا بهذا؟ رئيس كتلة النهضة سي البحيري يطالب الهيئة بالاستقالة دون أن يقدم بديل مثلا، ماذا سيحل محل الهيئة؟ كيف سنتعامل مع هذا الفراغ؟ وهنا يوريك قلة المسؤولية وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية. هذا الحقيقة موجود، مش كان في النهضة مثلا تصريح محسن مرزوق انه يقول انه الانتخابات البلدية تمت في ظل الجيستابو والموساد، يعني يقصد في الهايكا ويقصد في الليزي، يعني جبهة شعبية، يعني مناصرة حمل الهمامي مثلا، حس انه قف مع نسمة في هذا الصراع وآثر يعني مصلحته الحزبية الضيقة. ما همش حابين بالفعل على هالديمقراطية هذه. لو جاء القضية تتعلق مثلا بالهايكا وبالنقابة الوطنية الصحفيين أو بالنقابة العامة للثقافة والإعلام أو كذا يمكن نتفهم الأمر، لكن لاحظ حاجة أنه الدستور الجديد فيه زوز نقاط أساسية، فيه الجماعات المحلية وفيه الهيئات الدستورية. اليوم الهيئات الدستورية كلها تتشكل، والهيئات الدستورية مشيت اجتمعت وتعاملت في وسط رابطة لمعارضة الحكومة ولمطالبة الحكومة بتيسير العمل نتاعها، اللي هو يفترض أنه على الحكومة في الدستور أنها تيسر عمل هذه الهيئات.